والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حابب أعرفكم إن هو تم تفعيل ميزة الانتساب في القانون. شرح بسيط كده عن ميزة الانتساب. ميزة الانتساب دي بتسمح لك إنك تكون أول الناس اللي بتتفرج على فيديوهات بطريقة حصرية. تقدر إنك تبعت استفسارات، تبعت إنك تقدر تبعت إشارات، يكون اسمك بالمختلف الألوان، بتكون أنت بصحيح العبارة مميز عن أي حد بيتابع القانون. نقدر ان تدفع تشترك معانا وتبقى واحد من عيلتنا، بنكون اول الناس اللي نرد عليها، بنتابع تصاميمك، بنتابع ارائك، بنتابع تعليقاتك، بنتابع الدعم او بنتابع انت بالظبط نفسك في محتوى ايه في القناه. بتكون طبعا اول واحد واسرع واحد بنقدر ان احنا نساعده ونقدم له الدعم اللي هو حابه. فطبعا ميزه الانتساب هتلاقيها تحت جنب كلمه الاشتراك في القناه. حابين انكم تكونوا ناس مع عيلتنا او حابين انكم تنضموا لعيلتنا، يا ريت انكم تدخلوا على ميزة الانسحاب تحت. والسلام عليكم.